and how to write a public success paper. How do you know about the vaccine to the new Sudanese success paper? بدأت في ديسمبر 2009 بدأت بكورونا. ليه؟ لأنه والله في المشكلة على المشكلة المفروض إنه قاعد عندنا. أنا عندي مشكلة حتى في الزراعة في الاقتصاد في الصناعة كده في زول ثاني ريسيرش سودانيز عمل فيها ريسيرش وببلش الكلام ده أو ما ببلش. يعني الريسيرش موجود لكن بس المفروض إحنا نلقاه في حتة ما. وإن الكوارث كان في الفيسبوك حتة كل الموجودين فيها كل الناس موجودة فيها فبكل بساطة المفروض نهتم هناك ونبدأ العمل هناك. منو؟ المعهد المبادرة أي زول، أي زول، ليترالي أي زول. الشباب اللي قبل شوي هناك حبيت إنه نشتغل في الفيديو ده عشان نعرف إنه في ناس عمرها بداية سنة عملوا بابليكيشن في فيري برستيجيوس جيرنالز وكده. فأي زول فينا عمل الهوم ووركس، الريبورتس اللي ممكن ينعمل في الثانوي لحد الناس اللي بيكتبوا كتب. فده كله معنيين بالمبادرة. دي نماذج للحياة اللي بيحصل لها شير في الورد بتاع الفيسبوك. واحد هنا ما زالت الدين مستمرة لجميع الزمالك ما بعد الدكتوراه في اليابان. بدي لي في حاجة محتاجين احنا كريسيرشرز كده. كانت سيمينار علمي فيها من المعلومات مع قبيلة اللي كان امبارح المجموعة بتاعت الوزارة. ثاني حاجة كورس اوبن اونلاين كورس. دي حاجة الناس بتتعلم بها الى اللي كده. جميل؟ ده ريبورت عن الاي تي بي اي ريجن 8 الاونلاين ميتنج بتاعهم. ده ريسيرش عن الريفيوز الصومالي والسودانيز موجود برضه للناس اكسسبل بالنسبه لهم. ده كون دي كونفرنس بتاع المايكرو بيولوجي هيكون اول واحد في السودان هنا. ودي حاجه لسه بيعملها الناس كل الكلام ده تم عبر الفيسبوك عبر مبادره الباكستان السودانيه. المبادره اخوانا الطابع بتاع فردي ما عندها جهه طالعه يعني ما في زول بيفوق يقول المبادره دي والله بتاعت المبادره بتاع كل زول فيهم. فزي ما هسه احنا بدينا الورك شوب دي بمبادره بتاعت زول سهل كان اخوانا ما عارف يكتب البحث العلمي كيف. كنا عملنا 16 في كم منهم موجود في الجروب ده مش البحث العلمي لقينا ما في شويه جدا الناس دي. طيب المشكله وين؟ المشكله الناس ما عارفين النو هاو ما عارفين كيف نكتب لو عرفوا كيف نكتب ما عارفين كيف ينشروا. ففي مهمه من هذه ف 200 المفروض الكلام ده يحصل هسه مين اسس طوالي احنا ماشيين لقدام المفروض الكلام ده يبدا وده كله الموضوع عن مبادره الباكستان السودانيه. فدي حاجه كويسه
لان عندنا فرصه هسه عندنا بدايه 66 بعد ان شاء الله هوبفلي بعد الورشه دي تتنشر يعني. سالنا برضو عن هل يتنشر مشروع التخرج في الورقه العلميه؟ الناس ما نشرت 18 بس اتنشروا فالفرصه برضو دي الاحصائيات. ففي كورليشن بشكل ما ما بين اللغه وما بين النشر بشكل ما. انا ما بدعي انه والله انا these my findings and this original research I'm going to publish. لكن اشوف كيف الصينيين الحقيقه ده احنا لو كنا بنرسم الداتا دي تكون كلها موجوده يعني كل زول. وانا قلت للناس انه عنده ويكيبيديا بيجز حطوا فيها المعلومات بتاعتي يعني في اسهل طريقه انه ممكن تبقوا عارفين. وكريستوفر كولومبوس اكتشف امريكا قلت له تعمل كتاب ما كان فيها زول بس الفرقه الوحيده هو البرنتنج ماشين كانت مع الناس البيجر اكويبمنت. قلت كنت بقول لطلبتي في محاضره بتاعت الانفورميشن بتاعت الانترنت تكنولوجي قلت له انا الفرقه الوحيده اللي كان بين الناس دي وبيننا احنا انه دايما الواحد بيوصل لحته ميكي ماوس الحته الفلانيه بيجي الناس ويوصلوا كده وبتاع. احنا هذا الواحد بيكون قاعد جنبه انا معلمين لكن ما قادر يقول هي انا هم ده وده معلمين. دي الحاجه الوحيده. فعندي ثرو الببلشنج والبروموتنج البروموشن للببلك الابلكيشن وكده وبتاع ده اللي بيقول هاي احنا هنا عشان ما يقدر يكتشفنا يعني.